معانا النهاردة إن شاء الله حبوب بيسموها حبوب قاهرة لمرض السكري. إيه الحبوب ديت وإيه أهميتها وإيه أفضل طرق إن إحنا نستفيد بيها لمرضى السكر وكم مرة ناخدها؟ كل المعلومات اللي أنت محتاجاها وأنت محتاجها لما كمريض سكر تقهر بيها بالأعشاب ديت السكر بتاعك هنقولها لك في الفيديو، فيا ريت بس ما تستعجلش وتنزل تعمل اشتراك وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان أي فيديو يوصلك وينزل على القناة يوصلك أنت أول حد. يلا بينا نشوف ايه اللي معانا وايه اهميتها. اول حاجه معانا ايه؟ معانا الاثنين واحد على فكره، الاثنين هم حب الرشاد او السفاء او الحبه الحمراء، دول لهم اسماء وليها اسامي تانية طبعا بس انا مش عارفاها، فيا ريت لو حد يعرف يكتب لنا تحت في الكومنتات عشان كلنا نقدر نستفيد. ايه بقى فوائد الحبه حب الرشاد اللي الناس كلها محدش كلمكم عن فوائده طبعا ونقدر ازاي نستخدمه؟ ده حب الرشاد زي ما انتم شايفين اهو اللي اسمه السفاء او الحبه الحمراء، في عناصر غذائيه كتيره جدا جدا وفي منها الفيتامينات ومضادات اكسده وكميات كتير من المعادن اللي موجوده فيه. طيب زي ايه؟ طيب في حديد، في فوسفور، في مغنيسيوم، في كالسيوم، بيحتوي على كميات كتير جدا من الاوميجا 3. اوميجا 3 ديت مهمه في اعصابك ومهمه في صحه الدماغ والتفكير وغيره، وبرده الاوميجا 3 مهمه للدهون في دهون الدم وغيره. طيب في ايه تاني؟ في حمض الفوليك اللي هو بيعالج لك الانيميا، حمض السكر تاني بيحافظ على السكر بدون انخفاض او ارتفاع، بمعنى انك انت لو خدت العلاج او خدت اكل كتير سكر لا يعلى لا يقل ويدخل في غيبوبه. من احلى المواد اللي تظبط السكر وتمنعه ان هو يزيد او يقل هو حب الرشاد او السفاء، فهو مفيد جدا، بيحميك من هشاشه العظام والهشاشه لان في فيتامينات ومعادن ومضادات اكسده، تمام، بتعمل على بناء العظام والمفاصل، بيحتوي على مواد طارده للبكتيريا، تمام، البكتيريا دي خصوصا اللي بتيجي في الفم، بيعمل على ادرار البول وبينقل وبيحافظ على صحه الكلى وبينظف الكلى من السموم، بيحمي الجسم من السرطانات وخصوصا من سرطان الجهاز الهضمي. ده كله يا جماعه فوائد لمريض السكر وللشخص السليم. له قدره عاليه على علاج اضطراب القولون العصبي ويمكن التخلص، بيعالج لك غازات البطن لو عندك غازات او انتفاخ، بيساعد على زياده الخصوبه عند النساء، وكان في زمان قوي بيستخدموه من اجل المشاكل اصلا الانجابيه. ليه؟ لانه بيعمل على زياده نشاط المبايض وبالتالي بتصبح الست قادره على الحمل. يبقى كده فوات حب الرشاد للستات للحمل وللوجه كل حاجه. بيحتوي على كميه كبيره من الزيوت اللي بتمنح الشعر لمعانه وحيويه وبيعالج تقصفه ويمنع تساقطه. تخيل اصلا ان هو ليه فوائد لا تعد ولا تحصى. استخدامه بشكل يومي في الماسكات المنزليه بيعالج البشره قوي قوي وخصوصا البشره المصابه بالجفاف. بيرطب البشره وبيعالج مشاكل ظهور تقدم العمر. والبزير مفيدة على حصول البشرة على ملمس ناعم. ازاي استخدمه؟ جينا السؤال المهم بقى، ازاي استخدمه المريض السكري؟ هتعملي ايه؟ هتاخدي معلقة من بذور. هنعمل ايه؟ في طريقتين لطريق الاستخدام ايه حب الرشاد. اول حاجة هتاخدي معلقة منه وتحطيها في نص لتر مية مغلية، مية ايه؟ مغلية، وبعدين هتسيبها لمدة ربع ساعة تصفي اللي فيها في المية المغلية، وبعد كده تستخدميها تشربيها، تمام. في طريقه تانية بقى ان احنا نغليها احنا على النار، وغليها على النار عشان تحصل على فوائد ومذاق طعمه حلو. طيب تاخدي كوب امتى؟ كوب منها في الصباح وكوب بالليل، كوب الصبح وكوب بالليل بس، كفايه قوي، تمام. طب ممكن نستخدمه للشعر؟ من خلال انك تدلكيه بالمنقوع الميه اللي انت استخدميه بعد ما يبرد خالص وتسيبيه اكتر من ربع ساعه كمان وتنقعيه، او ممكن تستخدمي زيته وتسيبيه ساعتين ثم بعد كده تغسلي الميه. طب انا طب ليه اهميه ثانيه؟ ان هو مقوي عام، فتح شهيه، مضر للبول، طارد للغازات، مهدي ومخفض للضغط وتقويه للتقويه الجنسيه وغيره، للربو وجلاء الصدر من البلغم والنيكوتين.
مهم جدا في تفتيت حصى الكلى والرمل، وبيكافح السرطان والروماتيزم والسكري والسل، بيفيد في امراض الجلد وتنقية البول من الأملاح اللي موجودة فيه، وبيطرد السموم ونزلات الصدرية. متخيلة كل دي فوائد، وقلنا هما طريقتين بتستخدميه، لا إما تغليه لمدة ربع ساعة وبعدين تشربيه، أو حتى عايزاه تستخدميه على البشرة، على الشعر، على أي منطقة تستخدميه. تاني حاجة إنك ممكن ما تغلهوش، تحطيه في مية مغلية، تكوني عندك كاتل غالية وتحطي معلقة كبيرة منه في المية المغلية لمدة ربع ساعة. طيب هنعمل ايه بقى؟ ممكن تاخدي معلقة صغيرة من حب الرشاد مع زيت اللوز الحلو او زيت الزيتون عشان تعالجي حبس البول. في ناس ومرضى السكر بيبقى عندهم مشكلة ايه؟ احتباس البول، فبطنهم بتكبر ووزنهم يزيد ووشهم يورم وغيره. لو عايزة بقى تنزلي ده كله، تاخدي معلقة صغيرة من حب الرشاد على معلقة من مع فتلة من زيت اللوز او زيت الزيتون. طيب ممكن ناخد بقى ايه؟ ممكن بقى نعمل ايه؟ عايزين نعالج اضرار البول، صح؟ نعمل ايه؟ يبقى احنا دلوقتي عرفنا لو احنا عندنا مية متخزنة نستخدمه مع ايه؟ مع فتلة من زيت اللوز الحلو او زيت زيتون، ده الحبس البول. طب انا دلوقتي عندي مضر للبول، عايز استخدمه كمضر للبول ازاي؟ اول حاجة هتاخدي قبضة من الحبة الرشاد، حبة حلوين كده، وبعدين وتلات بصلات وراس لفت في لتر مية، وتشربي منه تلات تكواف في اليوم. يبقى يتحط على الشوية اللي انا خدتهم دول تلات بصلات وراس لفت واحدة، وتشربي تلات مرات في اليوم، اقوى مضر للبول. في تحذيرات بقى يا جماعه مهمه جدا جدا، سيبكم من الكلام اللي اكيد انتوا عارفين الفوائد دي كلها، بس مش عارفين ايه المحاذير ومين اللي ممنوع ياخده. ممنوع يستخدموه لو عنده حساسيه في المعده منه، او عسره هضم، او ضعف المجاري البوليه. ليه؟ لان انتوا عارفين هو مضر للبول، فبالتالي لازم يكون عندك مجاري بوليه كويسه. ممنوع استخدامه او تخلوا بالكم منه، لانه ممكن يأثر على الصحه العامه والافراط، كتر التناول او الافراط. يا جماعه مهمه جدا جدا، سيبكم من الكلام اللي اكيد انتوا عارفين الفوائد دي كلها، بس مش عارفين ايه المحاذير ومين اللي ممنوع ياخده. ممنوع يستخدموه لو عنده حساسيه في المعده منه، او عسر هضم، او ضعف المجاري البوليه. ليه؟ لان انتوا عارفين هو مضر للبول، فبالتالي لازم يكون عندك مجاري بوليه كويسه. ممنوع استخدامه او تخلوا بالكم منه، لانه ممكن يأثر على الصحه العامه والافراط، كتر التناول او الافراط. يا جماعه مهمه جدا جدا، سيبكم من الكلام اللي اكيد انتوا عارفين الفوائد دي كلها، بس مش عارفين ايه المحاذير ومين اللي ممنوع ياخده. ممنوع يستخدموه